مد باب برونا روح القدس خالها امين خوش ابوكم بريخه احد مبارك للجميع ربنا يحميكم ربنا يحفظكم دائما بالصحه والعافيه. انجيل قرينا اليوم مقاطع مختلفه، اول مقطع زدنا ايمانا، ثاني مقطع هذا اللي يشتغل بالكرن ورجع وشافه سيده قال له حضر اكلي وبعدين اقعد ارتاح، حضر شغلي حضر واجبك وبعدين اقعد ارتاح. والمقطع الثالث شفاء هالعشرة برص، ثلاثتهم مربوطين بقوة الإيمان، أكو شفاء أكو خلاص. هذول العشرة رح أركز على العشرة بالأخص، هذول العشرة نالوا الشفاء بس ما نالوا الخلاص. البرص مصابين مرض وحسب شريعة موسى لازم يبتعدون عن البيت عن المدينة عن المنطقة اللي ساكنين بها، يبتعدون حسب ما يقول الكتاب. هذول تسعة منهم كانوا يهود، واحد منهم سامري. زين، السامرة واليهود ما يختلطون مع بعض، زين شلون هذا السامري دخل وياهم؟ لأنه كانوا مرضى، ما يعرف يهودي شريعته، ما يعرف، ما يعرف أوقات الصلاة، ما يعرف، لأنه موجوع من الألم. فمدى يفكر هذا الآخر من هو؟ مدى يحس بهذا الآخر لأنهم كلتهم موجوعين ومرض. هذا السامري ما خاف أنه يروح بين تسعة يهود، لأنه أيضا اللي جمعهم هو المرض. يعني الحمى الإسبانية لما انضربت بالخمسينات راحوا بيها ملايين، يمكن ما حسينا بيها وقتها، ما حسينا بيها. الكوليرا لما انضرب ما حسينا بيها بالأول، والطاعون لما انضرب بشمال العراق بالقرن الرابع والقرن الخامس بالتاريخ ده نقرأ بيه ما حسينا بينه. اللي حسينا بينه الكوفيد، مرض قمنا كلتنا نتجنب المرض، نخاف من المرض، نظافة تطهير كل شيء، كل شيء سوينا. وأنا برأيي ومشكورين الشمامسة واللي ناس اللي شوية تفاعلوا ويا هاي الوضعية بالأخص من بيت الإرسالية، كانت أحسن فترة، صحيح مؤلمة بس كانت فترة الإيمان. كنا نصلي ونقدم صلوات وناس كانت تشارك معنا بهاي الصلوات وحلوة كانت بالخفية، كانوا يجون الشمامسة قسم منهم خطية لأنه جيران على طول شكاوي كانت. كنا نوصل رسالة لأن أكو مرض كن جمعنا اللي هو السوشيال ميديا. بالمقطع الأول لما يقولوا تلاميذ يا رب زدنا إيماناً، ما هو كم كيلو؟ تعال هاك هذا كيلو لك، كيلو لك، انت ايش قد ناقص لك؟ كيلو وين هاك؟ اثنين. انت ناقص لك ثلاثة، هاك ثلاثة. لا، نقول الإيمان بالأول كان أقوى، وقت الكوفيد حسينا كان الإيمان أقوى. ليش؟ لأنه استعملنا التكنولوجيا للإيمان، لنشر كلمة الرب للبشارة. بالأول بالقرى أيابا بالصبح يقعدون الفجر ساعة 4 الصبح 5 الصبح يروحون للكنيسة، برد مطر ثلج شلون ما يكون حر، يطلعون من الصبح يروحون للكنيسة. شقد كان إيمان قوي. ما هذاك الإيمان تغير عن هسه؟ لا ما تغير. اللي تغير هو إحنا اللي تغيرنا عن الإيمان الحقيقي، ابتعدنا
عنه بسبب مشاغل الحياة والتكنولوجيا اللي ربطتنا. لما الأب والأم يصحون أولاد come pray with us, oh I will, I will, oh I'm busy, I have homework, all excuses. كلها بدنا ندور حجج حتى ما نجلس نصلي مع بعض. والإهمال صار مع كل الاحترام من قسم من الآباء والأمهات اللي خلوا أولادهم يتمايشون ويتسايرون مع التكنولوجيا الحالية واللي بعدتهم عن الصلاة as a family, العائلة. شنو زدنا إيمانا؟ من وين؟ ماكو كم كيلو كم غرام أو كيلو كيلوين عشرة, ماكو. هو أنت شلون تفاعلك ويا هذا الإيمان, شلون تربط نفسك علاقتك مع الله. ذكرناها وقت كوفيد, قل يا رب شو كنت نفتح الكنائس, نرجع للكنائس. انفتحت الكنائس, وين وين؟ أبونا مو بعيد الكنيسة والوقت الكنيسة مو خوش وقت. حجج, أنا أقولها حجج. ليش لما نطلع إلى سفرة مكان ما ما نفكر بالوقت؟ نروح حتى لو يكون بعيد, هاي مرة بالأسبوع. أريد أزيد إيماني. إيمانك شلون يزيد إذا علاقتنا مع يسوع هي؟ أو يجون أشخاص وسمعتها وللأسف الشديد, للأسف الشديد أقولها, هذا القسم يعجبنا. يعني ما أعرف القس اللي أنا دا أسوي قربان بينه لحم وذاك بينه دجاج, يعني ما منطق, لأنه علاقتنا هي مع يسوع مو مع كاهن. تغير الكاهن, إجا غير كاهن وراح كاهن وإجا مسافر وإجا سائح وإجا زائر وإجا, يتغيرون الكهنة. أنتوا ثابتين, وأنتوا الثبات مالتكم لما يجي إجا كاهن جديد كلنا نصير دائر مداره, وشوية شوية نبتعد. ليش؟ لأنه ما مش مزاجهم. احنا نفكر مصلحة الكنيسة. لو عندنا غيرة ومحبة للكنيسة ما نتركها. منو هذا الكاهن؟ موجود اليوم باكر راح يروح, بس انا كنيستي ما اتركها. هاي ايماني. لما دا اقول هذول العشرة, تسعة منهم نالوا الشفاء, عشرتهم سوري, عشرتهم نالوا الشفاء, بس الخلاص نال واحد. واحد منهم نال الخلاص. ليش؟ رجع يمجد اسم الله. وقت الكوفيد مش وقت تنفتح الكنائس, نرجع كلتنا مع بعض. ومشكورة قسم الجوقة فتحوا صفحة رتل من البيت, حلو حتى نكون مع بعض أكثر, حتى لا يصير تباعد أكثر. بس الإنسان اللي يريد يبتعد يبتعد, ما قد ما تربطه راح يبتعد. والدليل يهوذا الإسخريوطي قال له يسوع سوي اللي ببالك روح. ايش قد حاول معانه يسوع؟ سوي اللي ببالك روح. دي حاول ان يكسبوا, سلموا الامانه وسلموا الخزينه وسلموا كل شيء, وراد يخسر رجله, تعال اكل معايا, ويشربون وياكلون ويطلعون, وشافوا العجيب كلها. بالاخير ماذا قال لهم؟ يهوذا سوي اللي براسك. هذا احنا واقعنا اليوم. زدنا ايمانا, شلون ازيد ايمانك انت؟ يطلع من داخلك هو نقي لو نجس. هذا اللي يقول ليس ما يدخل انما يطلع. فاليوم هذا الايمان, احنا هذول العشرة البروس ينطوني درس اللي بالاخص, هل فعلا دنا للشفاء والخلاص مع بعض؟ لبس دنا للشفاء. هذول التسعة يسوع طلع مع التلاميذ, قالوا زدنا إيمانا, وراح إلى منطقة الجزراويين. راح إلى منطقة الجزراويين ومن بعيد هم سامعين عن يسوع. من بعيد عشرة برز صرخوا يا يسوع ارحمنا. هاي الصرخة الإيمان اللي نبعت من أعماقهم. هم مرضى طبقوا شريعة موسى, ابتعدوا عن الأهل, عن المنطقة, عن الكنيسة, عن كل شيء, يمكن عن الله همين. بس بقى
ذرة إيمان في داخلهم لما شافوا يسوع شافوا الخلاص والشفاء، قالوا يا يسوع ارحمنا. بديع هاي الصرخة لأنه مسكت آذان يسوع، هاي مسكت آذان يسوع. وقف يسوع، ما قال لهم تعالوا شو تريدون، ما صاحهم. ليش ما صاحهم؟ لأنه أوريدي هم اللي يطبقون شريعة موسى، طبقوا شريعة موسى، روح للكاهن، روح للكاهن. وهم في طريقهم إلى الكاهن إلى الهيكل يفرجون نفسهم حتى أنهم طهروا من أمراضهم، شافوا نفسهم نظفة، دار وجوههم، راحوا ابتعدوا. معناته دي يقول لنا ما نعرف الله بس لما نكون احنا مرضى، بس احنا نكون مرضى نقول يا الله اشفيني من مرضي، وانا اسوي لك شو تريد اسوي، انذر لك نذر، اسوي لك ذبيحه بس اشفيني من مرضي. بعدين من اشفى من مرضي، انا دا اتكلم عن خبره وسامعها هوايه. ابونا كان عندي عليه نذر بس ما سويته، ظروف حكمت علي وسنين ومشت، وبعدين هل يا ترى نأجل نأجل؟ لا، نقع في مرض آخر أقول يا رب سامحني النذر الأول ما سويته أسويك يا سعد أبل. على منه نضحك على نفسنا؟ هاي زدنا إيمانا شلون؟ وقت المرض بس أقول يا الله وينك، بس وقت الصحة درنا وجهنا ورحنا وتركنا الله وتركنا إيماننا وتركنا كل شيء ورجعنا للحياة الطبيعية. يسوع مجازيا، حاشا نقولها بس نقولها مجازيا، يسوع زعل، قال مو 10 شفوا، وين التسعة؟ وين التسعة؟ دي يقولها بمحبة، وين التسعة؟ وين البقية؟ اليوم هذا سؤالنا، وين البقية؟ هل كلنا مرضى؟ اي احنا كلنا مرضى، محتاجين شفاء من يسوع، محتاجين يسوع. بيسألنا يسوع وين التسعة؟ هل يجون يقدمون المجد لله، مو إلي، لله. لهذا دا أقول ما عليكم بالكاهن، كاهن هو إنسان، أنت علاقتكم بالله بيسوع المسيح، كاهن اليوم هنا غدا مو هنا، بس أنتوا ثابتين مستقبل أولادكم. أو نعلم مشكلة، هاي مشكلة الأولاد دي يشوفون إيه بابا أنت ما تحب الكاهن، أنت ما ماما أنت ما تحبين الكاهن، دي يشوفون دي يحسون الأولاد. زين كاهن شو يسوي؟ كاهن ما نازل من السماء، لا هو نبي ولا هو ملاك، هو إنسان خاطئ. وأنتم تبنون الكاهن وتكسرون الكاهن، هي أنتم والكاهن أكيد له دوره، بس هم أنتم واجبكم بالكاهن بسند الكنيسة من خلال كاهنكم. أو نحب الكاهن فلاني وما نحب الكاهن فلاني وكاهن فلاني، لا 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 لا، أنت علاقتك مع الله شنية؟ هذه هي زدنا إيمانا يا يسوع. يسوع ده يسأل بحرقة قلب وين التسعة؟ خلي أشوفه يجون مو يقدمون، قال ما تقدمون مجد إليا، شكروا الله، شكروا الله. فعدنا 6 أيام لكم، يوم السابع خلي يكون لربنا ونشكره ونحمده على النعمة اللي أعطانا إياها دائما وأبدا. آمين.